الشاطر أنا، لأنه الشاطر بشطارته صار بالبلد، ولأنه الأهم نفهم كيف بفكر الشاطر. مش مهم إذا كنت شاطر بجد، الأهم كيف بتتشاطر وكيف بتصير الأشياء بشطارتك. الشاطر أنا مع وليد بطراوي من الأحد للخميس الساعة 7:40 صباحاً، 9:50 صباحاً، 2:15 ظهراً، 7:50 مساءً. أشطر إشي ممكن الواحد يعمله إنه ما يكون يفهم في الإشي، بس لما يلقطها على السريع يتعامل مع الأمر كأنه العارف والفهمان، يعني مثل ما بيقولوا يركب الموجة، وهذا الحكي والله صحيح. مثلاً أنا ما بعرف أسبح وخاصة في البحر، وعشان الناس يفكروا إني بسبح منيح كنت دايماً أستنى حتى تيجي موجة وأرمي حالي قدامها، ما تلاقيني إلا على الشط سمكة ولا تقول قرش أو حوت، بس البحر غدار. مرة ركبت الموجة وعينك ما تشوف إلا النور، لطشتني وجابت أجلي وصرت تقلب فؤاني تحتاني، بس محسوبك طلع منها دون إحراج. قلت للجماعة اللي كانوا بيسبحوا معي، شفتوا الحركة اللي عملتها؟ والله أزعم سباح ما بيعملها. وهيك صرت على هالمنوال أركب الموجة في كل شيء. قبل أيام رحت على واحدة من الوزارات اللي فيها أسانسيرين، واحد للناس وواحد للوزير والمسؤولين والضيوف. دخلت على المبنى اللي لعامة الشعب، سألني الشرطي لوين؟ قلت له عند فلان. فز من محله وقال تفضل من مدخل الثاني، مدخل الفي اي بي طبعا، حضرتك جاي على الاجتماع. انا بسرعه لقطها وركبت الموجه، قلت له نعم جاي على الاجتماع. بالطبع انا لا جاي على الاجتماع ولا ما يحزنون، بس المهم شخصت لحالي في الاسانسير. بعض الناس بتقول عنه ايش اسانسير، لا رحت على الاجتماع، بس مش الاجتماع مع المسؤول. هيك الشطاره ولا بلاش؟ اما انك تكون خياره وتحط راسك بين كوم الخيار، ولا تكون فقوسه وربك بحبك اذا كانت فقوسه حلوه مش مره. الشاطر انا مع وليد بطراوي من الاحد للخميس الساعه 7:40 صباحا، 9:50 صباحا، 2:15 ظهرا، 7:50 مساءً.